لقلقة لسان؟ هل الدعاء هو عبارة عن كلمات وحروف تقال في المناسبات؟ ابتدأ الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بفريضة الصوم بالحديث عن هذه الفريضة لخصوص العباد المؤمنين أيها الذين آمنوا، وهذا نداء يفتح شغاف القلب، حيث أن الذي ينادي هو الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب وبهذا الحكم، والمنادى هو الإنسان المؤمن. فلو نظرنا حول هذا الشهر وفي هذا الشهر لرأينا أن كل تفاصيله عبادة، في نهاره وفي ليله عبادة، في سكونه وفي هدوئه وفي عمله وحركته عبادة. ومفتاح العبادة هو هذا الأفق الذي يزيل المساوئ من جدران النفس، ألا وهو الدعاء. عن إمامنا الصادق سلام الله عليه فيما يتعلق بهذا النداء وبهذا الخطاب يقول سلام الله عليه: لذة ما في النداء، يعني لذة خطاب أيها الذين آمنوا، أزال تعب العبادة والعناء. الدعاء من خصائصه التي خصها الله سبحانه وتعالى بها وبه أنه لا شرك في الدعاء. في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.